الرجيلي كل شيء كان ممتاز ما عدا التوزيع القائم. هدف اول ممتاز، توزيع تمجد الرجيلي واللاعب حسين السيود في القائم الاول يحط الكره في شباك عبد السلام الحلاوي. جول 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 اول، هدف اول لصالح ملحم مسوسة. ممتازه العمليه، ممتازه التوزيعه من اقدام اللاعب امجد الرجيلي اللي يعني خذا كوره ميته، توزيعه كانت كوره. جوتش باوري بدل اللعب كليا، وين موجود نسيم سيود يتدخل الدفاع، نسيم سيود والهدف الثاني. جول يا ملحم مسوسة، هدف ثاني بعد خطا فادح احمد تيمومي. فؤاد نسيم سيود من غير فلسفه بساقه اليمين يحطها في مرمى عبد السلام الحلاوي، خطا يعني راسيه وكانه روض له الكوره حطها له في الطبق. وموجود صاحب الهدف الاول، هداف اللقاء والمباراه نسيم سيود، يضاعف النتيجه لصالح ملحم مسوسه. اثنين الامل لا شيء هلال الشابه.